فتيحة العماري. فد مهنة الورقة شحال هادي في 2004، يعني تيكون عليها واحد الإقبال كبير بالنسبة للعواشر، وتيكون عليها إقبال كبير، تيديروا بها شهيوات، تيكون بها تيديروا بها لينيم، البريوات، محنشة، بسطيلة، يعني تيكون عليها إقبال كبير بالنسبة لهاد العواشر، وهي العام كله مطلوبة بالنسبة للعراسات، بزاف الحوايج. بالنسبة للكورونا كان عليها الإقبال، ولكن كان شوية قليلة، كانت قليلة حيت بالنسبة كانوا كيشدونا بكريم، وكانوش متلقاوش الوقت فين غادي نخدمو بزاف. كان عندنا واحد الوقت محدد، فحال دابا تنخدمو من الصباح لداك الجوج ونص، ولا كان لا طولنا تنطولو لداك الربعة وتيشدونا. يعني هي كانت ديما مطلوبة، ولكن واخا كنت تمشي للدار وهذا تيجيو تيطلبوها في الدار. لا هما كاينين العيالات تيصوبوها، ولكن الرجال كاينين أكثرية، يعني الرجال هي فيها كثير، ولكن كاينين العيالات هما كيصوبوها، تكون كثيرة بزاف، تتكون عليها إقبال بزاف، يعني وقت تفيق معها 4 الصباح أنت خدام حتى الليل، وبحرا ما تتكفيش، ما تيكون ديما الطالب ما مكفيش، تعمل لينيم، بسطيلة، بريوات، يعني ضروري بريوات في رمضان في أي دار تتلقاهم، الشباكية، داكشي يعني ضروري كتستعملها، أو محنشة، بزاف د الحوايج، حيت الناس أغلبية تطلب تيستعملوا الورقة أكثر من ملاوي وداكشي، كتجيهم خفيفة في الماكلة. تنقول لهم عواشرهم مبروكة، والله يدخل علينا رمضان بالصحيحة والسلامة، وباش ما كنتمناو يا ربي، ودوز علينا الشهر على خير وبخير. هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.